متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم فدا البث المباشر من الناظور في ثاني أيام عيد الأضحى. ساكنة حي إسبانن المعروفة بالجوطية إحارقن في مدينة الناظور، يعني غارقين في الأزبال وغارقين في الروائح الكريهة. هذا الشيء في ثاني عيد ثاني أيام عيد الأضحى. هذا الشيء في وسط مدينة الناظور في وسط المدينة، يعني هذه البلاصة هذه المعروفة باسم بانن الجوطية إحارقن بالقرب من سوق الجوطية. طبعا الروائح الكريهة اللي كتعطي من هنايا، الله يحسن العوان ساكنة حي اسم بانن أو الجوطية إحارقن. طبعا كنشوفوا مجهودات كدار، ولكن مجهودات كدار غير في الشوارع الرئيسية طبعا في مدينة الناظور، مثل شارع الحسن الثاني أو شارع يوسف المتشافين في وسط المدينة. طبعا في وسط المدينة في بعض الأحياء الراقية أو في الشوارع الرئيسية، ولكن أحياء مدينة الناظور أو الأحياء الشعبية راه غارقين في الأزبال. خاص يمشيو المسؤولين ما مسوقينش، المنتخبين ما مسوقينش لهذا الشيء. هذا الشيء من البارح حتى شي واحد ما جا جمعو. وطبعا الى مشينا لايكوناف دابا لقاو الازبال المتراكمه تما في حي ايكوناف في واحد البلاصه تما، والروائح الكريهه. غادي نمشيو لترقع كذلك في واحد المكان الازبال والروائح الكريهه، خلي على الله وصافي. وحنا الان كنتواجدوا في حي اسبانن المعروفه لدى ساكنه الناظور بالجوتية إحارقن. هاد الشيء راه من البارح هو هكا. الشركة اللي مكلفة بالنظافة ما جاوش، ما تسوقوش، وأيضا المسؤولين فاش كنهضروا على المسؤولين كنهضروا على المنتخبين كنهضروا على رئيس الجماعة، وفينكم؟ راه ساكنة حي إسبانن راه غارقين في الأزبال وفي الروائح الكريهة. هانتوما بالصوت والصورة بالدليل وبالحجة. هانتوما كيف ما كتشوفوا ساكنة حي إسبانن أو جوتيار إحارقن غارقين في الأزبال والمسؤولين ما مسوقينش. طبعا كنعرفوا بأنه دار مجهود جبار، ولكن في بعض أحياء الراقية أو في بعض الشوارع الرئيسية في مدينة الناظور فقط، كيمشيو لشارع يوسف المتشافين أو لا كيمشيو للشوارع الرئيسية وفي الأحياء الرئيسية كينقيوهم، كيقول لك راه حنايا راه درنا خدمتنا، ولكن الناس هنايا غارقين في الأزبالة. وهاد السيد هذا جا يرمي الزبل ما لقاش فين غيرميه. ها هو هاد السيد هذا جا يرمي الزبل حاشاكم ما لقاش فين غيرميه. شنو يمكن لك تقول لنا؟ هاد الشيء راه من البارح ما جمعوش. من البارح من البارح اسيدي. شوف دابا الصهد. نعم اسيدي. غير شويه ديال الريحه. غير شويه. غير شويه ديال الريحه راه الصهد. ما جمعوش هاد الشيء بقى هنايا. الشهر ديال الحواله وهذاك. ياك اسيدي. من البارح. فين غادي نرميو دابا؟ شوف السكنه هنايا. شوف الريحه ترى شتي الريحه. طبعا طبعا. ما تقدرش توقف هنا كاع. طبعا طبعا. خلي عاد. صحيح صحيح. صحيح. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، هاد السيد هذا من ساكنة حي إسبانن جاي يلوح الزبل ما لقى فين غادي يلوح، لأنه مضطر يلوح هنايا لأنه لا 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 سميتو الحاوية ديال الأزبال عامرين بالأزبال. هكذا كيف ما كتشوفوا المسؤولين، فاش كنهضروا على المسؤولين كنهضروا على المنتخبين وكنهضروا على الناس ديال شركة النظافة، لا داعي لذكر الاسم ديال شي حد. شركة النظافة فينكم؟ فينكم المجلس البلدي؟ فينكم المسؤولين؟ فينكم المنتخبين اللي كتمشيو غير الأحياء الراقية أو لا لبعض الشوارع الرئيسية فقط في مدينة الناظور، كتجمعوا داك شوية ديال الزبل وكتقولوا راه المدينة راه نظيفة، المدينة راه نظيفة 100%. احنا دابا هنا في إسبانن وغادي نمشيو للاحياء الشعبيه الاخرى، غادي نمشيو لترقاع وغادي نمشيو لايكوناف وغادي نوريو الحقيقه للمواطنين وغادي نوريو بالصوت والصوره.
كيف ما كتابعونا الان في البث المباشر من حي اسبانون بالجوتيه المعروفه بالجوتيه احارقا. ارواح اذا شيء لا 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 شيء لا يصدق، يعني غريب هذا الشيء، هذا الشيء غريب 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 ما يقع، يعني لا 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 يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. نعم أوما تفضل مرحبا. الشريعة ديها سنوز واه واه تبغي يعمر نهاريك سينافر بين ثاني وذان واه باش وسين وخان شنو بخدمة وسين ماني غاتلقى لك الشكاية لأن فرض الطاس لا إكسينت إكسينت مرمي جن إكسينت نهارها واه ولكن السوار خذر خو بأنه الرائحة مش توري كارثة 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 اش غتقول لنا على هاد العجبان المتراكمة شو ما صاحبي شو ما شو ما كعيب كعيب انا نفسي الزوج شي الريحة ما يقدش كعيب السكينة ما تقدش تشمها الشيء هذا المرض هذا المرض مرض هذا الشيء يا صاحبي واحد الحاجة واحد الحاجة أخرى هذوك صحاب بيردة اللي لا ما تقولش سميات تقول يعني الشركة ديال النظافة لا الشركة ديال النظافة كيسكو سيبتو شال الكاميونات الكاميون كيديروا فينا ما بغاو شي كيهزوه غير وسط المدينه شي كيهزوه شي ما كيهزوش كيخلونا خلاو لي فراس قدام الباب العاني مال هاد الناس معناش انا ما كيعرفونيش انا ما كنعرفهمش واش نخرج نعطيهم الفلوس هادشي ما يمكنش يا صاحبي صحيح نخرج عندهم نعطيهم الفلوس باش يهزوا لي فراس وهادشي اش بان لك في هادشي هذا هادشي راه كارثه صاحبي كارثه هادشي كارثه ماشي مزيان هادشي هذا غادي نسرع لك نقول لك شي كلام انا موظف انا خدام في هذا الشيء هذا واش غنخلي حتى يجي المدير ديالي يقول لي اش هذا الشيء انا كنقوم بالعمل ديالي بلا ما يجي عندي لا نائب ولا مدير ولا مفتش كنقوم بالعمل ديالي باش ما يلاحظ عليا حتى واحد هادو كيجي واحد يهزوا لي واحد يخليوا لي واحد يهزوا لي واحد يخليوا لي انا باغي نمشي ندير الشكايه ما عرفتش غنمشي انا واش للبلديه ولا ما فهمتش هذا الشيء انا ما فهمتوش اصاحبي هذا الشيء صحيح ما بغاش يتفهم لي هادشي انا معاك اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في كارثه وفضيحه من العيار الثقيل الازبال والروائح الكريهه يعني هادشي لا يصدق هادشي في حي اسبانن في مدينه الناظور في وسط مدينه الناظور المعروفه بالجوتيه احارقا واه انتم كيف على صحيح ارسل النج بانه لا المسؤولين او المنتخبين او الشركه اللي مكلفه بالنظافه ما مسوقينش المعاناه ديال ساكنات حي اسبانن او الجوتيه احارقا هذا الشيء راه من البارح ها هو يعني حتى الهضوره ديال الحولي راه كاينه هنايا هذا الشيء من البارح هذا الشيء هذا كيجيو المواطنين ما كيلقاوش فين غيفرغوا لا 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 الزبل هنايا كالحاويات عامرين بالازبال هاد الشيء الناس بزاف ديال الناس كيسولوا فين هاد الشيء هاد الشيء في حي اسبانن في الجوتيه احارقا حدا السوق ديال حي اسبانن انتم فين انتم فين يعني لا حنا كاينين هنايا ولكن نتنفس بصعوبه نظرا للروائح الكريهه ديال الازبال اللي كاينه هنايا الله يحسن العوان ساكنات حي اسبانن او الجوتيه احارقا افينكم المنتخبين أفينكم المسؤولين؟ وفينكم الشركة ديال النظافة؟ راه ساكنة حي اسبانن الجوتية احارقا راه كيعانيو من الروائح الكريهة ديال هاد الأزبال اللي متراكمة ومتواجدة هنايا بكثرة طبعا كنشوفوا مجهود كيدار من طرف الناس ديال السلطات والمسؤولين ولكن كنشوفوا غير في بعض الأحياء الراقية أو في بعض الشوارع الرئيسية في مدينة الناظور فقط شارع يوسف بن تشافين في بعض الشوارع فقط في وسط المدينة اللي كيمشيو تما كيجمعوا تما كيقولوا راه وكيبانوا كيقولوا راه حنايا راه خدم راه خدامين والمدينة راه نظيفة 100% إلا مشينا لحي الترقع دابا مشينا لحي إيكوناف وأنتم كيف ما كتونا الآن في هذا البث المباشر من حي إسبانن الجوتية إحارقن
ها انتم كتشوفوه وكيف ما كتمنى الان بالصوت والصوره، وفي غياب تام للمنتخبين وفي غياب تام للمسؤولين الشركه ديال النظافه باش يجيو يجمعوا هاد الزبل هذا وهاد الروائح الكريهه اللي كتعاني منها ساكنه حي اسبانن او جوتيا احرقا. تفضل تفضل. بغيت غير نعرف الاخوان هادو صحاب الكاميو الصغيره اللي كيهزوا داك الشيء، واحد الدار كيهزوا ليها واحد الدار ما يهزوش ليها، واحد الدار يهزوا ليها واحد الدار ما يهزوش ليها. بغيت نعرف هاد الشيء علاش، اشنو هاد الشيء هذا؟ واحد الدار تهز ليها الزبل واحد الدار لا، اشنو هاد النقطه؟ اش هاد نقطه الضعف؟ علاش بغيت غير نعرف هادشي؟ واش كيخدموا هادو بالفلوس ولا كيخدموا بالماندا ديالهم اللي عندهم؟ الا خدامين بالماندا ديالهم يهزوا من الطرف دار 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 تيكملوا الديور. الا واحد كيهزوا ليه كيعرفوه او لا ابن عمو او لا عنده يعطيه شي حاجه الله اعلم. انا ما فهمتهمش هاد الناس، تكلموا مع هاد الخدامه اللي عندهم الكاميونات الله يجازيكم بخير. شكرا شكرا. مسؤوليه مسؤوليه جماعيه طبعا الشركه ديال النظافه والمسؤولين المنتخبين رئيس المجلس البلدي طبعا مسؤوليه. رئيس المجلس البلدي راه هو المسؤول على المدينه، راه كيدور يهز التليفون يلقى شي بلاصه فيها الزبل يهز التليفون يعيط للمدير ديال الشركه ديال النظافه يعيط في التليفون. الله يخليك راه عندنا واحد الحي راه عامر بالازبال راه الروائح الكريهه والساكنه كتعاني. هذا هو الدور ديال رئيس المجلس البلدي، هذا هو الدور ديال المنتخبين، يهز التليفون يعيط اسيدي امولاي اسيد المدير الناس ديال الشركه ديال النظافه راه ساكنه حي اسبانن او جوتيا احرقن راه كيعانيو بسبب هاد الازبال والروائح الكريهه اللي كاينه هنايا. طبعا يهز رئيس المجلس البلدي حتى هو راه مسؤول، راه رئيس ممثل ساكنه مدينه الناظور، يجي ويشوف هاد الشيء هذا ويعيط للمسؤولين ديال شركه النظافه يقول لهم اجي جمعوا هاد الشيء هذا راه الناس كتعاني. طبعا هذا هو الدور الحقيقي ديال المنتخبين ورئيس المجلس البلدي. اذا كيف ما كتبونا الان غريب ما يقع هنا بحي اسبانن بالجوتية احرقا في مدينه الناظور، الازبال والروائح الكريهه اللي كاينه هنايا، وطبعا وكيمشيو غير البلايص اللي فيهم طبعا في, 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 في بعض الاحياء الراقيه داخل المدينه وبعض الشوارع الرئيسيه كيبداو يعني يتصوروا ويجمعوا الازبال بانه راه حنايا راه خلينا مدينه الناظور نظيفة 100%. ولكن ملي كنمشيو الأحياء الشعبية، الأحياء الشعبية واش هاد الناس هادو ما عليهمش الله؟ واش هاد الناس هادو ماشي بنادم؟ راه هادشي راه حرام هادشي هذا. راه إلا مشينا للحي ترقة أو للحي إيكوناف أو في حي طبعا إسبانن بجوتيا إحرقن راه الأزبال راه الناس راه كيعانيو. هاد الشيء راه مور البارح هو يعني وهاد الازبال كاينه هنايا. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، وصلنا لنهاية هذا البث المباشر من الناظور وبالضبط من حي اسبانن بالجوتية احرقا. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.